السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما لاباس؟ كي دايرين؟ كي داير الاحوال؟ وين تخت؟ كي دايرين الزوينات ديالي والزينين؟ وكي دايرين وكي داير الاحوال؟ بالله عليكم شتو؟ النحاس اش كنخلي لكم؟ النحاس الاحمر، النحاس الاصفر. قالت لك الدريات شي وحده خرج ليها في اللدون المزرق، وحده قالت لك خرج ليها في اللدون ريحه الخنز حشاك، وحده خرج ليها تراب حمر بحال الدم. لكن اليوم غادي نفسر لكم اللدون هو الرصاص. اللدون هو هذا، شفتوا اللدون هذا؟ غير هذا كيعجنوا ويصاوبوا به ديال البحر، كيدوبوا ويخدموا به ديال البحر بحال بحال. يا لكن لا لقيتو نتاع الشبكه اللي يكون يصيدوا به زوين بزاف، ما لقيتوش غير هذا والله لا حد. لكن بزاف اللي تسالني تقول لك ابراهيم واش نبيتو تحت راسك؟ فعلا شي مره لا كنتي مزروبه وحاسه راسك لاعبه بك الدنيا ولاعبه لك الربعه، ما ديريه تحت راسك لا والو، نوضي فيه واخا حتى في الليل، نوضي دوبيه وترقيه تحتك، فهمتي؟ نوضي ترقيه تحتك. الا كان عندك الوقت تبيتيه 7 ايام بحال انا، شي من يجيو الدريات هنايا كنشد قطعه وكنعطيها لهم يبيتوها 7 ايام وتجيبها معاها وندوبها لها، فهمتي؟ وكاين شي مرات كنخدم هكا ديريكت، فهمتي؟ كاين اللي يكون متابع لهم الجلسات كنعطيها مره الوقت نعطيها وتديرها تحت راسها 7 ايام، او لا ديرها تحت فراشها الا كانت متقفة على الزواج، ولا نفسها بارده على الزوج ولا كسمته، خاصها ديرها هنايا تحت الفراش على حساب هاد الحزامه، فهمتوا؟ هاد الحزامه وديرها وتنعس عليه، يا كانت في الناموسيه يا كانت في الفراش، فهمتوا؟ ونهار السابع تجيبو ونطردقو 7 ديال المرات، فهمتوا؟ 7 ديال المرات. بيتاتو 5 ايام نطردقو 5 ايام، بيتاتو نهار نطردقو نهار، بيتاتو 3 ايام نطردقو 3 ايام، خاصكو تعلمو تحاسبو. لكن بزاف اللي تقول لك كان العدو انا طردقت اللدون وخرج لي كل شيء زرق، فهمتي؟ انا غادي نفسرها لك، لان قليل 1% كتلقاو يفهم في اللدون او لا يفسر. هادو كاع اللي كيفسروا لكم كيفسروا لكم بالمقلوب. نشط واحده تقول ليها العارض، واحده تقول ليها هادي، واحده تقول ليها، لان اللدون فيه 99 طريقه، راني مازال ما خرجتكوش الطرق، فيه 99 طريقة، فهمتو؟ فيه 99 طريقة. بس نجي لكم اليوم جيت غير نفسر لكم على اللدون، لأنه بلوني الناس كتفرج تدخل الفيديو وتفرج وتفرج له مره وجوج وكسميته، فهمتوا؟ شحال من وحده تقول لك كي ندير نطرطق لدون العدو، ساهله مال وفاعله تاعك طايح حتى من شد دير سراو. اليوم النهار كامل وانا خدام، من الصباح انا خدام، كاين اللي جا قراب كاين اللي جا بعاد، ودرك عندي بنات هولندا وبنات فرنسا والالمان راهو هنا في لوطي. شحال من وحده تقول لك العدو اعطيني لادريس ونجي للحانوت، لا اخت حجار كيشدوك، انت جايبه سدره عامره بالاصحاب والمشاكل باغي تلصقيها في. اولا كاين واحد الكلمه كيقول لها ديري رانديفو معايا، انا ما كنسكتش في الحانوت، ديري معايا رانديفو نتفاهم معاك، واش عندك تحكي لي ونحكي لك في التليفون عاد نتفاهم معاك الثمن، تخلصي لي قبل، لان انتم راكم ولفتوا هنا في اوروبا السعاية، انا ما عنديش كرز الرخه وكاريتاس، كلشي عندكم الفلوس وكل عامل كيتخلص عليه بنادم، فهمتو؟ لان راكو حمقتوني، فهمتو؟ السيمانه اللي فاتت راني لقيت مشاكل مع وحده جايبه 10 اورو واللدون كيتباع هنا ب 12 اورو، شوفوا العقل ديالو كي داير، فهمتو؟ حنايا اللدون شحال من وحده تقول لك كي ندير، غادي تجيبي اللدون اختي تجيبي الكاسرونه وديري فيه اللدون وديري فوق البوطه يطيب حتى يدوب، ما ديري لا مال ولا هو كيدوب بحال اللدون هو الرصاص. شحال من وحده تقول لك غادي نضرب الخفيف، لا كتقولي غادي نطرطق الرصاص حتى تفرقي رجليك وتضربيه عاد تسمى ضربتي الخفيف. كاينين اللي ما فاهمينش، ماشي غادي تضربي الخفيف، يا
يعني شديتي اللدن وطرطقتيه، اللدن من تشري تغسليه، ومن تغسليه تبيتيه في الأعشاب. شتو هادو الأعشاب أنا مخلي، وكان هز بهادي شتوها، كلشي بحال الدكتور. أنا ما عنديش هذا قش بخت يجي مجموع لي هنا داير السطر، هذا يطيح وهذا يندب وهذا خاص الطواليت وخاص. لا، أنا خدم غير بالرانديو، إلا خدمت الربعة ديال الناس فيه الكفاية، شي ما يشوفش وشي ما باغي يشوفش، كل واحد وعنده أسرار، فهمتوا؟ هذا هو الأعشاب، هذه أنا مخلط هنايا 45 عشبة، بصح نتوما ديروا اللي عندكم، إلا كنت عندكم غير الدفلة وخزامة والعرعر فيه الكفاية. اللدون ديما تغسلوه وتبيتوه في الأعشاب، فهمتوا؟ ديما تغسلوه، لأنك يجي من المصنع عامل بالميكرو وعامل تانيكين لاسقالج. لكن كي يضربه هو كيحيد الجن العاشق، المس الجن الشياطين، طرد الشياطين حتى من المحلات من طردقه، لان كيخاف منه الجن العاشق، كيقلع الجن العاشق جده، جن المؤذي، جن الطيه، الراس. غادي نوريكم كي ديروا نتاع الراس اللي ينسك ليها في الراس. الدوبيه غادي دير واحد السطر، السطر كي تسمعوا السطر ولا البيدو ولا برمه، ديريها دير فيها الاعشاب اللي عندك، ديما ديرها حجره الفك ذكر وانثى، وديما تخدموا بها، خليوها غير للدون، لان هي ما كتهرس، كتهرس غير من تحرقوها هذيك، الله يهني. بصح في اللدون ديما تقدروا تخدموا بها هذيك الحجره الشبه، حجره النصر ديما ديروها، ام الناس الشبه، الدفله والاعشاب اللي كانت عندك، ولا كانت عندك اعشاب مخلطه ديرها، لان الدفله كيسحروا بها وهي كتسلك. واللي ما عندها شي مره كنخدم غير بالدفله، فهمتوا؟ شي مره كنخدم غير بالدفله، كتقلع جميع الاصهار، فهمتوا؟ من تديريه غادي تجيب لك السطر، داير الاحشاء وداير الماء كله، وتفرقي رجليك الا عندك فين ترمي الماء. الماء ديما كنقولها لكم كترميوه على شجره ولا على عشب ولا في واد ولا في بحر، باش شحال ما مشى مع الواد ولا مشى مع البحر، او لا كبرت ديك الشجره ولا داك العشب، ربي يفرجها عليكم وتحيد عليكم جميع الاصحاب. هذه من تقراو عليها القران. ما عندكوش فين تقراو القران عليها، ما عندكوش فين ترميوه، ما عندكوش فين ترميوه، ما تقراوش عليه القران وفين ما رميتو. هذا اللدون ديما نخدمو به، اللدون هو طرطقناه ديما نخدمو حتى ما يبقى فيه والو، يبقى يخرج كحل كحل كل شيء، يعني زغبه اللدون ما تبانش، نمشيو نرميوها في البحر ولا في الواد. فاهم؟ فاهم حبيبي. انت خي تحمقت. كانت قالت لك السيده انا خرج لي الماء كل شيء زرق، يعني اللدون خرج لي زرق والماء زرق، هذاك عندك سحر البحر اللي حاب، عندك سحر مخدوم لك قوي ومخدوم لك في البحر. غادي تمشي تجيبي ديال الماء البحر وتبقاي ديما ترتقي فيه اللدون، فهمتوا؟ ديما ترتقي فيه اللدون. وحده قالت لك ثاني كي راه خرج لي فيه ريحه الخنز، خانز هذاك، خانز خادمين لك سحر في المجرى، يعني في الواد البحر او لا المطموره. جميع الاصحاب كتخدم في المطموره، بحال المطموره اللي عندي يعني، كتخدمو كتخدم في المطموره باش تبقاي خانزه ديما، لان الا خرج لك ثاني كاين فيه بحال ريحه الميت، خادمين لك في المقبره. خرج لك التراب احمر ولدون تراب، خادمين لك في الواد المنزل اللي كيجي غير من جهه الرعديه يحمل، او الله يجي في الشتاء حامل، يعني يعمل الجبال ما يطيحش الشتاء، وكيجي عامر داك الواد ويقطع، يعني كيقول لك الماء ديال الغدير. هذاك السحر كيديروا له، كيديروه في القدره، ملي كيديروه في القدره كيخدموا لك صوالحك وتصاورك وكلشي، كيردموها في الارض في الواد، في الواد المنسي، فهمتي؟ وشي مره كيديروه في المقبره المنسيه، لان حتى هي كيحمل عليها الواد وكيدير القبور وكيسميتها، فهمتي؟ مي كيديروه في هذاك ديك القدره نتاع الطين، هذيك كترشه، كترشه على هذاك السحر، كترشه وكترشه على السحر، لان كيدخل الماء كترشه. انت من طرطقي للدون كيخرج لك للدون احمر بحال التراب والله بحال الدم. هذاك سحر القدره اللي مدفونه في الواد المنسي، راه ما كانش ولد المرأة، ما كانش اللي فسر كل دون، راهو غير نص الصباح والكذاب، والله يشد الكاسرونه ويحشيها بها بكسميت. هذا خطأ، ما كاينش كاع هذاك، لأن طرطق لهادي، يعني طرطق لهاد الكاسرونه، ما طرطقش ليكم. الدون كان خاصه يهود بحال هاكا، هاكا يجي هاود، هذا يجي الدون هاكا هاود، فهمتوا؟ ما يجيش هذيك الطريقه اللي حشيو ديك الكاسرونه، هذا غير بواجده باش يخلعوا العيالات وتبقاي عنده الخنز والعفن، وحرق هاد المراه وتخليها في صباطها وعندها الدار خانزه وكلش، وداك اللدون ما بقى له ما يتعاود، داك اللدون ما صالح.
اما هاد الدم الا شديتي وقطرتيه غير بلاتي ما يحر شحال من وحده قالت لك راه يحرق، فارشي رجليك اختي، ما عندكش اختي الميتر ولا يقول لك ما تعد، فارشي رجليك علاش ما قديتي، ديري جلابه ديال امك ولا ديال با، وفارشي رجليك اختي جيب الميتر عبري وديري معاك، وما يطردقش عليك، ما عمرك طردق عليها، خدمت وكسوتي وباقي نقي، ما طردق عليا ما توسخش. هذا هو التفسير. من خرج لك المزرق ولدو نزرق سحر البحار، جيبي الماء ديال البحر وبقاي طردقي غير صفال قلدو. من شي مره كنطرقوه الاولى والزوجه كتشوفوا من طيبوه كايبو الوسخ هنا، غادي تجيبوا معايا القه وتحرفوا هذاك الوسخ ودير واحد الفيديو ودير داك الوسخ، هذاك الوسخ ثاني كنرميوه في البحر، داك الوسخ ديك كحوليه، وكاين شي مره تلقاوه ثاني كيخرج لك كحل، هذاك السحر الاسود اللي دافنيناه في المقبره. شي مره ثاني كي كيخرج لكم تراب، كتكون العين والاثار ديالكم ومدفون في المقبره، او الله عز الكثرة من المقبره، او الله الحجر كيطحنوا ديال المقبره يخدموا فيه العشاء. فهمتوا؟ فاهم، هذا هو حب، كل شيء فسرته لك. لكن اللي دون هذوك اللي كيفسروه كتقول له العارض، وهذيك خيبته ما كاش قال لي تفسر، انا راني كنفسرها للناس وراهو شاهدين وكسمت. فهمتوا؟ هذه هي الطريقه ديال الدون، ساهله وديروها لراسكم. كانت شحال من وحده تقول لك ما نعاود لكمش، شحال من وحده تقول لك لا راه قالوا لي اللي حاكمه، قول لها تعطيك شي ورقه ولا شي ديبلوم، فهمتي؟ ترقي راسك باش ما يديولكش فلوسك، ما تمشيش عند الرقاه والشوافات، راه غير الشفاره والنصابه، كل قاعد يخدم لك الخير، فهمتي؟ فهمتي؟ والله يسيفط لك الجن، فهمتي؟ ديريه لراسك. بالسلامة عليكم وتبارك الله عليكم، نمشي نتغدى راني عاد ما تغدى، المهم تيخيط، وشوف كلشي نحاس وشوف وضعي كالخريجة، المهم تيخيط، بالله عليكم. غادي ندور لكم الكاميرا، غادي ندور لكم الكاميرا باش نوريكم. شوف كلشي نقي، ها شفتو؟ ها شوف، ها كلشي نح، ها صوالح الوراثة، ها كاين دايرهم هنايا، شوفوا الأعشاب كيما خطومة مخلطة، ها الكبريت، كلشي الأعشاب، ها السما، ها كلشي، فهمتو؟ وشوفوا بشرة وتعاقلوا عليه، الأدوات ها كلشي. كلشي نقي، هادوك حاشاك باش يتقياو باش ندير له إفراغ السحر، هادو نتاع إفراغ السحر الأعشاب، دايرها لراسي وخادمها أوراق، لأن ما كانتش في المطحونة، لأن الكليان ديالي شتو هذا المحل، ها، خاصكو الدريات بالرانديفو، الله يحفظكو، أنا راه أي وحدة تجي ما تدخلش، لأن داير مع الناس بالرانديفو، وكنسكن في العروبية، وكنجي 50 كيلومتر لهنايا، فهمتو؟ هذا هو المحل، وتبارك الله عليكو، وكنبغيكم. والله يشافي جميع المسلمين والمسلمات، وليداتنا وبنياتنا، وتبارك الله عليكم. وهذا المحل عجلة بشرية جديد، راه عاد عندي واحد المسخ اللي في الدار، غادي نجيبه كنت نخدم به في المحل في البارطا، وتبارك الله عليكم وبسلام.